أمهات مع وقف التنفيذ. قصة أم تعيش خلف الأسوار، أخطأت فدخلت السجن، تنكرها الجميع فكبرت المعاناة. أنا غلط خاصني بدي هادشي كامل اللي كيوقع لي، أنا غلط ندير كل شيء مخطرة، ولكن أنا تلقات كل شيء مخطرة. قديم زيدوا على الجديد واستبيع لهاد القفيز. أي حد تضيع لي الزرالة أنا بعترفش داري وبعترفش بناتي. لحبيبة أمي زرع أمل في قلوب أمهات يئسن من الحياة. وعلاش ما قلتوش هاد الهدرة ملي كنت مزوجة بباكم؟ هو صغر وأنا صغر منه بشلا عوان. أنت راك باقا صغيرة وألف واحد يتبناك. أي بلا تقدر من الله تقدر راجلي وتقدر بلادها. تعجبك شي تقسم الله لي، ولكن أنا ما عترفش هاد الشي. تتفهمني راني بغيت شي واحد يكون مقاربين انا وياه. سرقتي لي تليفونو؟ كان مكرفسك. كتعاني شويش من الحرمان ديالها من الاتصال بالاولاد ديالها، و بحيث ما كيزوروهاش. السجن طويل بزاف. طلب راه ضيع حياتي ولا السجن بزاف. لحبيبه امي الاثنين مساء على دوزام.